أنا الزعيم الليبي معمر محمد أبو منيار القذافي، الرئيس الشرعي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. أيها الشعب، يا أهل ليبيا، أنا العقيد معمر القذافي، ولدت في 7 يونيو 1942 في سرت، قريتنا الغالية في ليبيا. درست القانون في جامعة الفاتح بطرابلس وتخرجت سنة 1963. بعد ذلك انتقلت إلى المملكة المتحدة لأكمل دراستي، وبذلت جهدا كبيرا واجتهدت، وأخيرا حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية. بعد تخرجي شاركت في نشاطات سياسية وثورية ضد النظام الملكي في ليبيا. كنت واحدا من المشاركين في الانقلاب العسكري عام 1969، وتم الإطاحة بالملك إدريس السنوسي، وتوليت منصب القائد للثورة، وأصبحت رمزا للقوة والصمود للمملكة المتحدة الليبية. بعد ذلك تغيير اسم البلاد إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اللي نعرفها اليوم باسم الجماهيرية الليبية. كنت مسيطر بقوة على الحكومة والاقتصاد ووسائل الإعلام في ليبيا، وبدأت في تنفيذ فلسفتي، وهي ديمقراطية شعبية مباشرة وتوزيع الثروة بطريقة عادلة. كنت شخصية سياسية معروفة عالميا وداعما لحركات تحرير القارة الإفريقية. كنت أتحدث نيابة عن العالم الثالث، وكان لدي علاقات مع العديد من الزعماء والحكومات في مختلف أنحاء العالم. كنت أتطلع إلى تحقيق وحدة الأمة العربية والأمة الإفريقية، وكنت أحلم بأن أصبح الزعيم الأول لأفريقيا وقائدا للعرب. قدمت دعما لقضية فلسطين ولأي قضية عربية أخرى. لعبت دورا كبيرا في دعم الجماعات المسلحة والحركات المناهضة للغرب في مناطق مختلفة من العالم. اتهمت بالعناد والغباء، ولكن الحقيقة هي أنهم هم الأغبياء. توترت علاقتي مع الغرب، واتهمت بالتورط في تفجير طائرة أمريكية واحتجاز مواطنين أمريكيين وبريطانيين كرهائن، كما اتهمت بتمويل الجماعات الإرهابية والمشاركة في نزاعات مسلحة، وهذا أدى إلى تصاعد التوتر بين ليبيا وعدد من الدول الغربية والعربية. وفي عام 2011 حدثت ثورة ضدي. بدأت الاحتجاجات في فبراير وانتقلت من مدينة بنغازي إلى مناطق أخرى بسرعة. تحولت الأمور إلى حرب أهلية، وقررت قوات دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي الناتو دعم المعارضة. في أغسطس تم القبض علي وعلى بعض الأفراد من عائلتي، والغريب في الأمر إنهم اعتقلوني في مدينة سرت مسقط رأسي، وأثناء محاولة الهروب من الثوار في 20 أكتوبر 2011 تم قتلي، ونشر تقارير متضاربة حول كيفية مقتلي. هناك من قال إنني قتلت في غارة جوية للناتو على موكبي أثناء محاولة الهروب، وهناك من قال إنني قتلت في اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وأنصاري، وأخبار أخرى قالت إن المعارضة اعتقلتني وأصبت بجروح خطيرة، وبعد ذلك توفيت أثناء نقلي إلى مستشفى محلي. تم عرض جثتي المجمدة للجمهور في مدينة مصرافة، ومن ثم دفنت في مكان غير معلن في الصحراء الغربية. موتي أنهى حكمي الطويل الذي استمر لأكثر من 42 سنة، وشكل نقطة تحول هامة في تاريخ ليبيا. بعد وفاتي شهدت البلاد فترة اضطراب سياسي وأمني، واستمرت التوترات في ليبيا حتى الآن. الله يحفظ ليبيا وشعبها. عاشت ليبيا.